مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج شخصيات كتابيه. في البدايه اسمحوا لي طبعا ارحب بضيوفنا في الاستوديو النهارده، قدس ابونا الحبيب الاب رويس الاورشليمي راعي الطائفه القبطيه الارثوذكسيه بلبنان. اهلا بقدسك يا ابونا، منورنا. اهلا بحضرتك وبالاخوه المشاهدين، الله يخليك تعيش كتر خيرك. ارحب كمان بضيفنا الدكتور جوزيف سعد، استاذ علم اللاهوت الكرازي بالكليه الاكليريكيه. اهلا بك يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، ده نورك ونور قدس ابونا. مشاهدينا، ما زلنا بنتامل معاكم في حياه ابينا الحبيب خليل الله ابراهيم. وصلنا معاكم مرحله مهمه جدا جدا، وهي الله حقق وعده اخيرا وولدت ساره ابن الموعد اسحاق. في امور كتيره النهارده هنعرفها من قدس ابونا. قدس ابونا، عايزين نعرف ايه اللي حصل بعد ما ساره جابت اسحاق. هو بيقول لما ولدت ساره اسحاق ختنه إبراهيم. تمام. في اليوم الثامن. وده كان الوعد اللي ربنا قطعه معاه، أن كل ذكر مولود لابد أن هو يختن، والذي لا يختن تلك النفس تموت، يعني تمام، تقطع من شعبها يعني تموت. فكان عهد الختان هو عهد ما بين أبونا إبراهيم وربنا. تمام. العهد الختان ده كان رمز للمعمودية. تمام. ولهذا كان في اليوم الثامن، اليوم الثامن بيرمز للقيامة، والمعمودية هي موت ودفن وقيامة. لما اتولد إسحاق في اليوم الثامن ختنوا إبراهيم، وفضل بعد كده طبعا فرحان لحد ما جاء وقت الفطام. وقت الفطام طبعا كان بيكون الطفل ما يقرب من سنتين عمره. هنا كان إسماعيل تقريبا 15 سنة عمره، لأن لما بيتفطم في سن سنتين كان ساعة الولادة كان إسماعيل 13 سنة، فما يقرب من 15 سنة، شاب يعني، مش طفل. ولهذا اللي حصل إن يقول اسم شافت عمل وإبراهيم وليمة كبيرة، فالوليمة دي يقول إن إسماعيل مزح. اكيد صارت ضايقه طبعا. ما ده اللي خلاها ضايقه. يعني اذا ما كانش مزاح بادب، سخريه يمكن، لكن ده اللي جاله. ايه اللي جاله ربنا لابراهيم عن اسماعيل لما قال له ليت اسماعيل يبقى امامك؟ قال له لا، هبديك ابن من ساره اسمه اسحاق واقيم عهدي معه. في اللحظة دي إسماعيل قيل عنه أنه يكون وحشيا، فطبعا أكيد المزاح ده كان بوحشية، ده اللي طبعاً خلى أن سارة تقول ده ما يفضلش. بالضبط. ده يعني لو مزاح عادة الناس تسمع كلمة كان يمزح، طب إيه اللي يخلي سارة تقول اطردوه؟ بالضبط، ده كان طلب يعني غريب شويه يمكن من ساره، ان هي اتضايقت منه او مش عايزاه خلاص يبقى منافس لابنها. لا لم يكن منافسا، ولكن كان وحشيا. تعرف لما انسان متوحش يمزح مع واحد يعني هيكسره، هيكسره، خافت بقى هو بقى. ده المزاح الغير مقبول. تمام. لكن الناس بتسميه مزاح، يقول لك احنا بنمزح يا اخي، احنا بنمزح تموتوه؟ يقول لك ممكن واحد بيموت صاحبه يقول احنا بنمزح. فهذا اللي حدث، اللي خلى ساره تقول لا، هذا لا يبقى، لان شافت خطوره كبيره من تصرفه، انه تصرف وحشي. صح. وده اللي قاله الكتاب، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. طب اذا بقت هو اكبر في السن فبيتعامل مع طفل عمره سنتين وهو عمره 15 سنه ويده على كل واحد يعني بوحشيه ووحشيه، مش هيخليه. تمام. فشافت في خطورة جدا عليه، مش انها غيرة او انه لا يورث، لا. النقطة الاخرى ان الله لم يعتبر زواج هاجر زواجا. تمام. ليه؟ لان الله لم يأمر بتعدد الزوجات. الناس كتير بتطبق الموضوع ده غلط، الله ما امرش بتعدد الزوجات. والا كان حسب هاجر زوجة، لكن كان ابراهيم بيقول له ايه؟ قد سمعت للغلام وهاجر جاريتك. يعني بقى يعني لحد ما ابنها عمره 15 سنة وربنا بيتكلم عنها مش زوجة، لأن في زوجة واحدة. تمام. ده اللي قال عن سارة، ما قالش سارة أنها أخته،
برغم ان هو ابراهيم قال اختي وهي مرة. قالت اخويا، لكن ربنا بيقول له لا امرأتك. فاذا ربنا عارف، يعني عايز يعرف الانسان ان الزواج وحده، زي ما خلق لادم واحده جنب منه واحده. تمام. فالناس اللي عملت تعدد الزوجات حتى لو كانوا انبياء، نعم كلهم تحت الضعف. سليمان لما اكثر الزوجات ضاع، هو ضاع. فربنا لم يامر بتعدد الزوجات، الدليل انه بيتكلم بيقول فقال لابراهيم اطرد هذه الجاريه ابنها. لحد دلوقتي عمرها مع ابراهيم الفتره دي كلها، ولسه جاريه. جاريه خلفت ابن لابراهيم، برضه جاريه، لان مش زواج، ان الزواج هو وحده. هي صار لا يكون اثنان بعد بل واحد، بل واحدا. وما جمعه الله لا يفرق، لا يفرق الانسان. فاللي جمعه ربنا، لاني لما ربنا خلق ادم اخذ ضلع منه وخلق منه حواء، فهي جزء منه. طب الثانيه بقت ايه؟ ده زياده بقى مش جزء. ولهذا الواحد ده اللي صار اثنين، اللي صار اثنين، ربنا بالروح القدس في الإكليل بيوحدهم لواحد. طب الثانية دي ما حسبهاش، ما دخلتش في الواحد. ليس اثنين بقى بل جسدا، والذي جمعه الله لا يفرق الإنسان. هم يمكن لما أخذ هاجر فرق، لكن ربنا ما فرقش. تمام. وظل الله مصر إن هذه جارية وهذه زوجة، عشان ما حدش يقول اهو ابونا ابراهيم معاه اثنين زوجات. لا، مش معاه اثنين زوجات، معاه زوجه وجاريه. لحد حتى ما صرف اسماعيل بسبب تصميم ساره على ان هذا لا يرث مع ابني، قال له لا انا هديله وربنا بيقول له هجعله امه، ولكن اقيم عهدي مع اسحاق. مش الناس بقت فقط تقول لك لان اسحاق ابن الحره وهذا ابن الجاريه، لا، الله ما بيفرق بهذه الطريقه، ولكن لان اسحاق ابن الموعد، مش ابن حره ولا جاريه، ابن الموعد. ليه؟ لان هاجر خلفت بطريقه طبيعيه، ان سنها يسمح ليها ان هي يكون عندها اولاد. اما ساره فلم يكن لها استطاعه ان تقيم نسلا كبيره في سن 90 سنه، لكن كان بوعد من الله ان اتي نحو هذا الزمان ويكون لسار ابن، لذلك هو ابن الموعد. فربنا لما بيقيم وعد هيقيمه مع مين؟ مع ابن الوعد اللي هو وعد به. حتى لما ابراهيم بيقول له خلي يا ليت اسماعيل يعيش قدامك، قال له لا انا هدي لك من سار ابن واقيم عهدي معاه. فربنا اقام الوعد مع ابن الوعد، العهد مع ابن الوعد. وسمح اني هاجر تاخد اسماعيل وتروح، لكن قال له عيني برضو ايه؟ علي رعايته بقى، ما برضو سابهمش يعني، حتى برضو في البرية اكرم ابراهيم برضو في اسماعيل، ربنا ما بيتركش. وقال له هذا ابن ليك، لكن امه مش زوجتك، مش مراتك، جاريتك. فيعرفنا ان الزواج واحد، لانها لأنه اتحاد بالروح القدس بيصيروا الاثنين واحد. تمام. طيب قدس أبونا، برضو احنا لسه عايزين نقف حتة صغيرة كده عند رعاية الله لإسماعيل وأمه، إن هو ما تركهمش في بئر سبع، يعني اعتنى بيهم، وكانت في رعاية خاصة من الله ليهم عشان خاطر إبراهيم حبيبه. فعايزين ناخد من قدسك كده تأمل فيها الحتة دي. وربنا لما نظر، لما أخذت هاجر قربة المية والخبز وخدت اسماعيل ومشت، ولما فرغ منها المية ربنا ما نظرش لصوت هاجر، لصوت الغلام، الغلام ابنه ابن ابراهيم، ربنا نظر لصوت الغلام. ولذلك كلم هاجر وناداها ملاك الله من السماء، وقمالك يا هاجر لا تخافي، لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. ان ربنا بيسمع حتى صوت الطفل الصغير ومش ممكن يتركه. وقال هسيروا امه، هسيروا امه، يعني طب بتقول لك ده ابن هيموت كيف هيبقى امه؟ لا، ربنا له مقاصد وله ترتيب. تمام. فابصرت هاجر وشافت ايه؟
بئر ايه؟ بئر ماء. بئر ماء. فراحت حملت ملت الجربة وساقت الغلام، ويقول قبر الغلام وسكن في البرية وكان ينمو راعي قوس، يعني صياد، لأنهم عايشين كانوا فين؟ في برية بئر السبع. تمام. الناس بتقول لك راح هنا وراح هناك وراح مش عارف ايه، لا فضل في برية بئر السبع وسكن فيها، وربنا اهتم بيه. ودي كانت منطقة قريبة من مصر، يعني ما بين أرض فلسطين ومصر، هي أصلا يعني من مصر، يعني هاجر من مصر. عشان كده حتى بعد كده أخذت زوجة لإسماعيل من أرض مصر، بالظبط بلدها، يعتبر بلدها، ما تعرفش حاجة، ما تعرفش غير أهلها، فراحت خدت بالزبط. من أهلها زوجة لي. وده كان أخذ الزوجة سهل، لأن كان عمره لما خدته خده مشاء إبراهيم كان عمره ما يقرب من 15 سنة، لأن بعد فطام إسحاق، إسحاق ساعة ما اتولد إسحاق كان عمره 13 سنة، صح. بعد فطام إسحاق صار عمره 15 سنة، فجرب خلاص بقى شاب. طبعا فضل فترة في البسيطة في البرية وبيصطاد ويعمل، بقى رجل. فأخذت له زوجة من أرض مصر. مصر من عند أهلها يعني، وعاش وربنا اهتم بيه. وبعد كده بقى زي ما ربنا قال أمة بقى شعب. مرسي يا ابني. دكتور جوزيف، بقى مخاوف أبي مالك من إبراهيم، هل كانت مخاوف حقيقية؟ وإيه العتاب اللي كان بين أبونا إبراهيم وأبي مالك، والمساق اللي حصل بينهم برضو؟ هو بس بعد إذن أتسابونا أنا أوضح النقطة بتاع سكن إسماعيل دي تاني. اتفضل. معلش بعد إذن أتسابونا. سكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة زي ما قالوا أتسابونا من أرض تمام. مصر. برية فاران، برية فاران دي موقعها فين بالظبط على الخريطة؟ أبونا شاطر في الجغرافيا. أكيد. فهستأذنه إن أنا أقول أنا الحتة بتاع الجغرافيا دي. برية فاران في ثلاث براري في سيناء اتكلم عنهم الكتاب المقدس، برية شور التي أمام فلسطين، تمام، وبرية فاران اللي هي في الجنوب من سيناء، وبرية سين اللي هي في الشمال من سيناء. ثلاث براري متقسمة، سيناء ثلاث براري، حتى في المناطق العسكرية لليوم متقسمة سيناء ثلاث مناطق، منطقة ألف، منطقة ب، منطقة جيم. ده يعني في الاتفاقية الدولية اللي حصلت ما بين في كامب ديفيد ما بين مصر وإسرائيل، اتقسمت سيناء لثلاث مناطق ألف وب وجيم، فهي متقسمة برية سيناء، برية سين، برية فران، برية شور. برية شور، وندوس تاني على برية شور دي اللي نلتقي بيها فيما بعد في تكوين 25 لما يتكلم عن أين سكن نسل إسماعيل. فنسل إسماعيل لم ينزل إلى شبه الجزيرة العربية إطلاقا، حقيقة تاريخية ما فيهاش مجاملة، لا مجاملة في حقائق تاريخية، حقيقة تاريخية بتقول إن إسماعيل طبيعي إن زي ما حضرتك قلتي وأبونا وضح برضو أكيد. إن هي أخذت له زوجة من أرض مصر، من أهلها، من أهلها، المكان اللي جات منه، ما تعرفش مكان غير هاجر المصري. طب إيه اللي هينزلها بقى في مكان تاني غير مكان أهلها؟ بالظبط. يبقى لازم تروح عند على المكان. أنا آسف أخطيت على هذا التوضيح. لا، ده توضيح مهم جدا، إن هم ما نزلوش شبه الجزيرة العربية، هم راحوا برية فران، برية أرض مصر. تمام. طيب دكتور، نرجع بقى لأبي مالك. نرجع بقى لأبي مالك والعتاب والمخاوف اللي كان خايفها أبي مالك من إبراهيم. هو مخاوف أبي مالك كانت مخاوف حقيقية، لأن كان في الوقت ده وفي الزمن ده كل ملك إذا شاف ملك جالس بجواره أو في دولة جنبه ابتدى يقوى، فيخاف أحسن يجور عليه وياخد منه المملكة، لأن كانت الأمور في الوقت ده بلا ما كانش فيه الأمم المتحدة، رغم أن موجودة الأمم المتحدة بس الممالك بتجور على بعضها يعني. تمام. وكل اللي بتقدر تعمله أنها تشجب وتدين يعني. فكانت مخاوف أبي مالك مخاوف حقيقية، لكن إحنا عايزين نقول نقطة هنا نوضحها في حكمة أبونا إبراهيم وحكمة أبي مالك. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الكتاب بيقوله كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام. حكماء كالحياة مش يعني أكل الناس، عشان الحية بتاكل بتعض يعني، لا طبعا. ولا الحكمة بتاعت الحية إنها تكون خبيثة فتتلون مع الناس باللون اللي يمشي مع الناس، اللي هو الإنسان يمشي منافق أو مرائي.
الحكمة الإلهية اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس، هي المهارة الإلهية المتاحة لنا لاستخدامها في إدارة الأمور والتدبير الحسن بطريقة الله. مهارة إلهية يهبها الله للإنسان لكي يدبر الأمور حسنا بطريقة الله مش بطريقة البشر. فالحكمة ليست الخبث أو النفاق أو الرياء، والمكر ليس هو الذكاء. في ناس بيقولوا أن المكر وأن الله بيمكر ويعمل وكده، المكر ليس ذكاء إطلاقا، وما يعملش ربنا زي الناس اللي هم بيقولوا في الوش مراية وفي الأفس مراية. ربنا مش كده خالص، ربنا واضح. فهنا كلام جميل جدا أن أبي مالك رجل واضح جدا في محبته لإبراهيم، وتذكر أبي مالك وخشي أن الله مع إبراهيم وأنقذ منه قبل كده زوجة إبراهيم، فهو خايف أحسن الله. ده فكرة بقى بعض الناس لغاية اليوم، الإنسان لغاية النهاردة بيفكر أن الله مع إنسان يبقى الإنسان ده يبطش بيه، يبقى الإنسان ده هيعمل ويسوي لأنه مستاؤه بمين؟ بربنا. لكن المحبة لا تظن السوء، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تحتد، المحبة تصدق كل شيء وترجو كل شيء وتحتمل كل شيء. تمام. فمحبة أبي مالك لأبونا إبراهيم وموقفه هنا في موقفين، موقف أبي مالك وموقف إبراهيم. موقف أبي مالك، كل إنسان لا يعرف الله إلا بالسمع فقط بيعمل زي ما أبي مالك يفكر إن الله يبطش به، هيتحالف مع صديقه اللي هو إبراهيم، ويمكن خاف منه لما كان في مرض وطلب إن قال له إبراهيم هيصلي لأجلك وتشفى وشوف يا هو أهل بيته، خايف يمكن، فهو خايف من قوة هذا الإله إنها تجتمع مع قوة إبراهيم، لأن إبراهيم كمان كان أخذ من أبي مالك، أبي مالك أعطاه هدايا وأعطاه غنم وبخر كثير، فقال بس ده إيه، هيتمدد ويغتني ويقوى ويتوحش عليا وياخد مني المملكة بتاعته. لكن موقف أبي مالك ده جه رد أبونا إبراهيم بس خلي بالك، أبي مالك رايح خايف من إبراهيم، بس في نفس الوقت بيعمل له إيه؟ بيوري له العين الحمراء، خايف منك يعني. فواخد أمين في كل اللي هو رئيس جيشه، فعايز يقول له يعني إذا كنت أنت قوي، أنت قوي بربنا، أنا عارف دي وأنا واثق فيها، فأنا جاي أوريك برضو إن أنا قوي. عايز يخفي ضعفه. الإنسان كده بيحاول إن هو أمام رجال الله إنه يعمل إيه، يخفي ضعفه، فيحاول يبان إن هو قوي، يبان إن هو قوي. إبراهيم بقى، إبراهيم يؤمن بإله السلام، الله هو إله السلام، إبراهيم رجل الله، يبقى طبيعي إن إبراهيم يكون رجل إيه؟ رجل سلام وليس رجل حرب خالص، لأنه هو تصالح مع الله، فمصالحته مع الله جعلته في إيه؟ في مصالحة مع ذاته ومصالحة مع كل اللي حواليه، مع الآخرين أيضا. وتظهر طول أنات إبراهيم بقى ومحبته في إيه؟ كانوا في جماعة عبيد لأبي مالك أخذوا البير بتاع إبراهيم، فإبراهيم عمل إيه؟ ما راحش اشتكى، صمت وسكت. وهنا بقى الحكمة بتاعت أبينا إبراهيم، وهنا طول الأناة والصبر اللي تعلمه من كتر الغربة والترحال من مكان إلى مكان، فصبر لما جاء الوقت المناسب وراح عاتب أبي مالك. أبي مالك هنا عتاب المحبة، اللي يحب إنسان يذهب ويعاتبه في وجهه، أخطأ إلي إنسان أذهب وأذهب وعاتبه، لكن إن أنا أهرب من المواجهة وأهرب وما كنتش عايز أكلم هذا الإنسان ولا عايز أتواجه معاه، يبقى معنى كده إن في خطأ ما موجود في الموضوع، في حاجة في القلب مش مظبوطة، محتاجة إنها إيه تتظبط. ده راح على طول إيه، ما صمتش فترة من الزمن، فضل صامت لكن لما جت الفرصة راح قال له بص بقى خلي بالك العبيد بتوعك، قال له إيه؟ فقال إبراهيم أنا أحلف لك وبنسلك وكده، فقال له وعاتب إبراهيم في آية 25 تكوين 21-25، وعاتب إبراهيم أبي مالك لسبب بئر الماء التي اغتصبها عبيد أبي مالك، فقال أبي مالك لم أعلم. أظهر هنا أبي مالك بقى حسن نيته وعدم معرفته، وإن هو مستعد إن أنا أرجع لك البير ويبقى بتاعك، وعملوا عهد مع بعض، عهد صلح ما بين أبي مالك وما بين إبراهيم، إنه لا يحصل إيه؟ إن ما يجيش ناس لك يكبر في الأرض دي ويجي ياخد الأرض مني وتبقى أنتوا
اللي بتحكمونا. فكان عملوا معاهدة سلام. معاهدة السلام دي تورينا كيف احتمل إبراهيم الغربة في أرض فلسطين. أول حاجة عملوها إيه؟ البئر. عاش إبراهيم جنب هذا البئر. ودي نمرة واحد. يقول الكتاب المقدس في يوحنا 4، إنجيل معلمنا القديس يوحنا أصحاح 4 وآية 14، آية جميلة جدا جدا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير في بطنه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. نحتاج لكي نعيش في أرض غربتنا، هذه الأرض اللي احنا عايشين عليها دي أرض غربة نتركها في يوم من الأيام، نحتاج إن احنا نعيش عند بئر الماء زي ما عاش أبونا إبراهيم عند بئر الماء. وبئر الماء ده كان ثمنه 7 نعاج. وسبع نعاج دول حاجة كبيرة؟ لا، مش حاجة كبيرة خالص، لكن 7 رقم الكمال، والنعاج الضعف بتاع الإنسان. كمال الله مع ضعف الإنسان. أنا بروح لله بخطاياي وبأثامي بكل ما فيها من ضعف، وبقول له رب أنت ماء الحياة، أنت قلت تعالوا خذوا ماء حياة مجانا، زي ما قال في رؤية أصحاح 21 ورؤية 22، ماء حياة مجانا. ربنا بقى مش بيعمل، وما زالت مشكلة البئر دي موجودة لغاية النهاردة. هو خاف إبراهيم لا أبي مالك يجي بعد كده ولاده يعملوا خناقة على البئر ده، ما زالت مشكلة البئر دي عاملة مشاكل في المنطقة العربية لغاية النهاردة. بس بدل ما كانت بئر ماء بقت أبار بترول، بيتخانقوا عن نفس الموضوع. أبار برضه، أبار بنتخانق على مين ياخد البترول بتاع ليبيا ويبيعه برا. وهو ده اللي بيحصل بين حفتر وبين مالناش دعوه بالسياسه، بس انا بقول ان مشكله الابار ما زالت موجوده. نمره 2، ابونا ابراهيم عشان يكمل في في ارض الغربه استظل بالشجره، زرع شجره جنب البئر. الشجره دي لا تعطي ثمر، لكن بتعمل ايه؟ بتضلل، بتستر. شجره خضراء تفكره وتفكر نسله من بعده ان المكان ده صار لنا بموجب العهد والميثاق السلام الذي بيننا وبين الفلسطينيين. اللي لغاية النهاردة الفلسطينيين والإسرائيليين لو رجعوا لهذا التاريخ يعرفوا أنها تظل المشكلة قائمة إلى أن يتم السلام. السلام بأن أنت ليك جزء وأنا جزء. طبعا مش برضو نرجع تاني ما بنخشش في السياسة، لكن الشجرة دي رمز لإيه؟ الشجرة دي رمز لشجرة الحياة الحقيقية، ربنا يسوع المسيح. عاش إبراهيم في راحة، فترة راحة، لأن جاي تعب. أكيد. ده داخل على تعب كبير قوي 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 وتجربة كبيرة قوي. فهو ربنا بيعمل له إيه؟ دايما يسبق كل تجربة راحة، يسبق كل تجربة صعبة مرة فترة راحة للإعداد، فترة استجمام زي ما بيقولوا كده. فالراحة الحقيقية هي في مين؟ في شجرة الحياة الحقيقية، ربنا يسوع المسيح. نمرة 3، الحاجة الثالثة اللي عملها أبونا إبراهيم، جعل الرب أمامه في كل حين. ففي نهاية أصحاح 21 قال إبراهيم آية جميلة جدا في آية 33، وغرس إبراهيم أثلا، اللي هي الشجرة اللي بنقول عليها دي، شجرة خضراء مريقة عالية جدا جدا، بتعمل ظل كبير غير مثمرة، ما فيهاش ثمر يعني. ودعا هناك، طبعا أبونا يقدر يعرف لأنه أتسابونا هو بتاع مهندس زراعي أصلا، أخطيت يا أبونا. فودع هناك باسم الرب الإله السرمدي. وهنا أول مرة تظهر كلمة السرمدي، زي ما قال أبونا إن إسحاق أول واحد يختن، الأصحاح بتاع 21 ده أول واحد يختن في اليوم الثامن. في اليوم الثامن اللي اتختنوا قبل كده اتختنوا كبار، هو أول واحد يختن في اليوم الثامن. كمان هنا أول معاهدة تتم ما بين ملكين أو ما بين شخصين كبار. قبل كده كان العهد أو الميثاق كان بين الله وإبراهيم، بين الله وإبراهيم، شفناه شاهود بين اتنين بشر، بين اتنين بشر، بين أبي مالك وإبراهيم. وإبراهيم هنا كمان أول مرة يذكر كلمة السرمدي اللي هو الأزل الأبدي. إبراهيم دايما اتعرف على الله أن هو الإله القدير، أنا الإله القدير، سر أمامي وكن كاملا. فهو عارف الإله القدير. أول مرة يعلن إبراهيم بروح النبوة إعلانا إلهيا أن الله أزلي أبدي، وإن عهد سلامنا مع الله يبدأ من الله نفسه. يعني السلام اللي بين أبي مالك وما بين إبراهيم
مصدره مين؟ إله السلام، رئيس السلام اللي قال في يوحنا 14: سلامي أنا أعطيكم، سلامي أنا أتركه لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام الله الذي يفوق كل عقل يعمل إيه؟ يصنع سلام مع الآخر، ينفتح على الآخر، يجعلني أحب الآخر، لا أخاف منه ولا أخاف إن هو يجور على حقي، ولا أخاف إن هو يجي ياخد مني مكاني، ولا أخاف من لا ده خالص. ده إبراهيم بيقول له أنا إلهي إله سلام، علمني إن أنا أكون في سلام مع الآخرين. نمرة 4، وإن مصدر قوة إبراهيم هو الإله السرمدي ده الأزل الأبدي. آخر نقطة، عاش إبراهيم في عهد سلام مع مين؟ مع الله أولا، فاستطاع أن يعيش في عهد سلام مع مين؟ أبي مالك والناس اللي حواليه، مع أبي مالك. وهنا نرجع بقى للنقطة، الغربة، الغربة محتاجة مننا الأربع أشياء دول: البئر حيث الماء، الشجرة حيث الطعام، أن أجعل الرب أمامي في كل حين، فهو عن يميني فلا أتزعزع، وآخر نقطة إني أعمل إيه؟ إني أصنع سلاما، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. مرسي يا دكتور، أنا أشكرك. سأذنكم ضيوفي نطلع فاصل. مشاهدينا لسه مكملين معاكم تأملاتنا وقراياتنا الجميلة وحياة خليل الله إبراهيم، بس بعد الفاصل استنونا. مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم تاملاتنا في حياه ابونا ابراهيم خليل الله. وشفنا قبل الفاصل ازاي الله حقق وعده اخيرا مع ابراهيم واعطاه اسحاق ابن الموعد. شفنا كمان ساره بدات تطلب من ابونا ابراهيم ان هو يطرد اسماعيل وامه هاجر. شفنا ابونا ابراهيم موافق ان هو يطرد اسماعيل ابنه، بس لما الله قال له سيبهم انا هرعاهم انا مش هسيبهم. شفنا كمان رعايه الله ليهم ان هو ما سابهمش في بريه سبع من غير ما يكون راعي ليهم. شفنا كمان الميثاق اللي كان بين ابراهيم وابي مالك، ده كان اول ميثاق بين اثنين بشر. شفنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت ميثاق بين الله وابراهيم، لكن شفنا النهارده في حلقتنا ميثاق كان بين ابراهيم وابي مالك وازاي عاشوا في سلام فتره طويله. وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم، ده اول ايه في اصحاح 22، وهنشوف مع قدس ابونا الامتحان بقى قدس ابونا وازاي تعامل ابراهيم مع هذا الامتحان الصعب. ده كان أصعب امتحان أكيد لأبونا أكيد. إبراهيم خاصة بعد ما مشى إسماعيل وطبعا عاش مع إسحاق وتعلق به، وإسحاق ما كانش لسه صغير، ده كان كبر. ده كان سنه ما يقرب من 30 سنة. عشان كده حتى لما خدوا معاه حملوا الحطب، فما كانش لسه صبي صغير، لا ده كان كبير. كان كبير، لان هنشوف بعد كده بحاجه بسيطه كانت ان ساره امه ماتت وكان عمرها 127 سنة، وساره لما خلفت اسحاق كان عمرها 90. فوفاه ساره كان اسحاق عمره 37 سنة. الامور دي حدثت بعد ايه؟ بعد التجربه الامتحان ده على طول، يعني بفتره بسيطه. معناها ان كان اسحاق سنه كبير. شاب، مش صبي صغير، مش يعني صبي. كان بدأ شاب. ان ربنا طبعا بعد كده ابراهيم كان عمره برضو كبر، فاعتماده كله على مين؟ على ابنه اسحاق، على ابنه اللي كبر معاه واللي اتعلق بيه، واللي التاني ما عرفش بقت هو بعد عنه، ما فيش وسائل اتصال زي النهاردة عشان هيعرف ازاي. وبعد تغربه في ارض الفلسطينيين حدثت هذه الامور الامتحان. ربنا يقول له خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب به الى ارض المورية واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. ده اصعب امتحان في حياة ابراهيم، لكن ممكن الامتحان ده في حياة اي انسان عادي ما ينفذهوش. اكيد صعب، يعني انا ما صدقت ان يجي لي اسحاق وانت تقول لي وده انا هقبل الموعد باسمه بسببه ابن الوعد
وتيجي في الاخر تقول لي روح قدمه وقدمه، معروف ان هو هيعمل ايه يعني محرقه، يعني هيذبحه. لكن ابونا ابراهيم كان عنده ايمان، ايمان زي ما قال عنه الكتاب المقدس في العهد الجديد في الرساله للعبرانيين، ايمان باقامه الاموات. يقول بالايمان، ده في عبرانيين 11 عدد 17، بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات. يبقى كان إيمان إبراهيم أن حتى لو ذبح إسحاق هيقوم من الأموات. ولهذا في نقطة أنه شاء راح ووصل أرض المورية، ده في اليوم الإيه؟ الثالث، يوم اللي هو اللي بيرمز للقيامة. فهو بقت بس بدل المشوار خد معايا ناس. أحيانا تتفائل من الأرقام، وفي ناس مرات تتشائم من الأرقام. بالظبط. فإبراهيم قال لك بس ما طول في اليوم الثالث أنا وصلت، يبقى ده بيرمز للقيامة. واحد أقول لك ما كان هو شاف المسيح، شافه. وده اللي قاله السيد المسيح، إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي فرأى وتهلل. بالنبوة وبالإيمان شاف هذا اليوم. وهذا اليوم شافه إمتى؟ لما قدم الذبائح اللي شجها من النص، واللي مش بس وراله ربنا اليوم المسيح ده، وراله حتى شعبه ونسله اللي هيتغرب 400 سنة، وعارف أنه هيتغربوا 400 سنة قبل ما يكتر الناس وقبل ما ينزلوا لمصر. قال هيتغربوا في أرض مصر 400 سنة وأنا هرد الشعب ده مرة تاني. وشاف يوم المسيح، بعد ما شاف الظلمة دي شاف النور فتهلل وشاف القيامة. عشان كده لما وصل أرض المورية في اليوم الثالث قال بس يبقى أنا واثق إن حتى لو ذبحت ابني هيقوم من الأموات. ثقة غريبة. علشان كده إسحاق بيقول له إيه؟ هو ذا الحطب والنار، وأين الخروف للمحرقة؟ قال له الله يرى له خروفا للمحرقة. وبعدين ما عرفش غير لما بيساعد أبوه، برتبوا الحجارة، رتبوا المذبح، حطوا الحطب. إسحاق إمتى عرف؟ هو بياخده بيشده يعني، اتربط ووضع فوق الحطب، وما خدش معاه الغلامين، قال لهم انتوا انتظرونا هنا تحت الجبل. فضل كاتم السر في قلبه، ما قالوش حتى لابنه ولا للغلامين. هو مش فضل كاتم السر، هو فضل حافظ العهد ربنا، وعنده ايمان ان هيطلع بيه ويرجع بيه. وده اللي قاله حتى ايه، قالوا الاثنين ايه لغلمانه، واخذ اثنين من غلمانه مع اسحاق ابنه وشقق الحطب. ولما وصل للموضع قال لغلمانه ابقوا انتم هنا، واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. هنرجع تاني. هو عنده ايمان ان هيرجع هو واسحاق كمان معاه. ليه؟ قالك حتى لو ذبحته ربنا هيقيمه من الاموات. فعشان كده شوف واحد بجد بيحب ربنا، بيسمع اي كلمه وينفذ في الحال، ودي كانت الطاعه لربنا اللي في ابراهيم. واللي بيقول له ربنا ايه من اجل الطاعه دي، يقول لاني الان علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. ده انسان مش بس عايش مع ربنا كده يعني، لا، وعايش مع ربنا في مهابه وخافه واحترام لربنا، مش انه عايش يعني صديق وخليله بيستهين. لا، ابراهيم كان يعلم حدوده ويعلم قدسيه الله وقداسه الله، ولم يتجاوز مخافة الله أبدا. لهذا ربنا بيقول له من أجل أنك سمعت لقوله. ودي أهم نقطة، أول حاجة الإيمان، تاني حاجة نسمع صوت ربنا. إحنا بنعرف نميز صوت ربنا النهاردة، مرات كتير ربنا بيكلمنا مش بنعرف نميز صوت ربنا، أصوات العالم شغلانة عن صوت الله، لأن إحنا ما بجيناش من خرافه. الخراف تسمع صوتي وأنا أدعوها بأسمائها. فإذا لما بنعرفش نميز دلوقتي، عما نمشي مع الذئب ومع الذئاب ونبعد عن الحظيرة ونبعد عن الراعي الصالح. ليه؟ لأن مش عارفين نميز صوته. أبونا إبراهيم كان عارف ربنا وواثق في مواعيد ربنا. وبعدين كان في نقطة تانية،
ان لما بيعمل عمل عنده عمل يعمل باجتهاد، عنده جهاد الروحي بكر، مش 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 متهونش شويه تصحي متاخر. وربنا يقول لنا الذين يبكرون الي. النهارده احنا بنروح الكنيسه مخلص القداس صح، يقول لك هنقعد ساعتين ثلاثه مع ربنا، ده بكر ده رايح يعمل يعني عمل حاجه صعبه على قلبه. بتبكر ليه؟ طب اتاخر شويه، يقول ان الواحد مننا يقول لك اتاخر، يمكن تحصل حاجه، يمكن ربنا يغير رايه. لكن ابراهيم لا، ما اداش فرصه، ما اداش فرصه لابليس يؤثر فيه في تفكيره، ما اداش فرصه للشيطان التاجيل، لان اخطر شيطان شيطان التاجيل. ابونا ابراهيم كسر كل هذا وبكر جدا وخد اسحاق ابنه وراح بكل ثقه وكل ايمان، عشان كده نجح في الامتحان، نجح في الامتحان ورجع معاه اسحاق. وبيفسر بقى يقول لك كما رجع اسحاق سالما قام الرب المجد من بين الايه الاموات. فاعتبر لان ابراهيم اعتبر ان اسحاق اللي حصله ده قيامة من الموت، لأنه هو رايح حامل الحطب زي ما المسيح حمل الايه صليبه، الصليب اطاع زي ما المسيح اطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده رجع ظافر، رجع منتصر، وتقدمت ايه ذبيحه نيابه عنه. ميرسي قدس ابونا. دكتور جوزيف، بقى اتكلمنا مع قدس ابونا عن الطاعه وجمال الطاعه في حياه ابونا ابراهيم، عايزين بقى نشوف اسحاق في طاعته. اكيد برضه هو طاعته وان هو خلى ابوه يمسكه ويحطه على المذبح، دي برضه طاعه في جانب ايجابي في حياه اسحاق، عايزين نتكلم عنه. وهو اكيد ساعده، طاعه اسحاق دي ساعدت ابراهيم ان هو ينفذ امر الله اللي طلبه منه. يعني هو لو كان رفض او كان جري لما عرف ان هو الذبيحه اللي هتقدم، كان ممكن يجري، كان ممكن يزقه، هو ما هو صغير، هو بقى شاب كبير، فكان ممكن بالظبط في اي خبطه زقه صغيره كده كان ممكن يهرب منه والموضوع ما يتمش، وهيكون هنا العائق مش ابراهيم. ابراهيم نفذ وكان هينفذ، لكن كان ممكن اسحاق يكون عائق ان هو ينفذ طاعه الله. فعايزين نتكلم عن طاعه اسحاق بقى. اسحاق هو ابن الموعد، وهو ابن الايمان، وهو ابن الطاعه. اسحاق ابن الموعد، فلأنه ابن الموعد عنده إيمان. وأكيد أبوه إبراهيم وسارة سقوه اللبن العقلي العديم الغش، سأقول إيمان، فهو ابن الإيمان وابن الطاعة، لأنه شاف طاعة أبوه وأكيد اتحكاله. أبوه كان ساكن الأول في أور الكلدانيين، وبعدين في حران، وبعدين الرب دعاه وخرج، وخرج متغربا، فتعلم الطاعة، مش زي الرب يسوع المسيح وتعالى عنه تعلم الطاعة مما تألم به. لكن هو أظهر الطاعة فيما هو متألم به، أما إسحاق فأظهر الطاعة فيما هو مزمع أن يتألم به، ليس طاعة لأباه فقط ولكن طاعة للرب اللي هو حتى يمكن لا شافه ولا سمع عنه، بس كل الموضوع من أبوه. يحكي في إنجيل معلمنا متى أصحاح 10 وآية 37، يقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ما فيهاش فصال. وإذا حطيت ابني على المذبح، أو نتعلم من أبونا إبراهيم هنا أن نحط ان احنا نضع ابنائنا على المذبح لكي يردوا لنا مع بركه اعظم. ودي ازاي؟ من يدك اخذنا ومن يدك اعطى. خدي بالك، هنا يظهر الثلاث الفضائل المسيحيه الاساسيه بحسب الانجيل المقدس، اللي هم ايه؟ الايمان والرجاء والمحبه. بالايمان ابراهيم قدم زي ما قال قدس ابونا، وارى في رساله العبرانيين اصحاح 11 ايه 17، قدم ابراهيم وكان عنده رجاء انه يقيمه من الاموات، ناقص المحبه، باقي المحبه ما فيش اي تقدمه او اي ذبيحه يقبلها الله بدون محبه، حب، مستحيل اي ذبيحه. فالمحبه تظهر في محبه ابراهيم لربنا. طب ومحبه اسحاق؟
ينفع تتلوث الذبيحه كده وتبقى بدون محبه؟ لا. مش ممكن. لابد ان اسحاق كان محبا لله ومحبا لمين؟ لابيه، ومطيعا له طاعه كامله، وطاعه صعبه جدا. ممكن نحكي حاجه صغيره بعد اذن اتسابونا وبعد اذنك؟ اتفضل. تفتكري من سنه يوم 7/3 2012 تاريخ مش ممكن يتنسي طبعا. التاريخ ده كان ابننا ماريو سقط من الاسانسير من الدور الخامس، واحنا ما كناش نعرف. كنت يومها انا اجازه وقاعد في البيت في موضع راحه زي بالظبط اللي احنا حكيناه، وفجاه جم بيقولوا لي ابنك لقيناه واقع في الاسانسير، واقع من الدور الخامس وكله دم، راسه مفتوحة مشقوقة نصين، والدم نازل من كل ناحية، من ودانه ومن مناخيره ومن راسه. والموضوع الناس كتير عاشته معانا، ممكن من السادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي في ناس تفتكروا. واخدناه وابتدينا نلف على مستشفيات كتيرة، او مستشفيات كلها رفضت. طبعا احنا لقيناه بعد ساعة من وقوعه في الاسانسير تحت، بعد ساعة من الدور الخامس للبير بتاع الاسانسير. وخدناه وجرينا واكتر من 5 ساعات بنلف، مفيش مستشفى راضية تقبله لانه ده ميت في حكم الميت. هناخد ميت نعمل بيه ايه؟ وانا شايله على ايديا وبجري قلت لربنا 3 كلمات لغاية النهاردة. ماريو ابني زعلان مني بسببه. قلت له ايه؟ يا رب اذا روحه طلعت روحك يرجع يعطيه حياة، واذا دمه انتهى وخلص دمك يجري في عروقه دلوقتي ورجع له حياته، وإذا مش هيمجد اسمك على الأرض خده ولتكن مشيئتك. الكلمة دي هي اللي عامله مشكلة، توجع. كلمة صعبة أن أنا أقول خده ولتكن مشيئتك، لكن لو أنا النهاردة بشوف كده أن لو ما كنتش قلت يمكن الكلمة دي قدمته. يمكن ما كنتش خدته تاني، ما كناش رجعنا بيه. قعد كم يوم في المستشفى، وجم الدكاترة واحد الخدام في الكنيسه عندنا الكبار في السن قال لي انا عايزك تقفل على نفسك اوضتك الليله وتقعد تصلي وتقول يا رب انا بشحته منك. قلت له معلش انا ما بعرفش اشحت، لان ده ابويا السماوي وده ابنه مش ابني. هو عايز ياخده هو حر، مش عايز ياخده هو حر. صعبه جدا. تتخيلي ابراهيم واخده وبيرفع السكينه، واسحاق قاعد مستسلم مربوط مع الحطب ومستسلم لابوه بيقول له رايا يعني اعمل فيها اللي انت عايزه. ده موضوع صعب. وبعدين احنا بعديها بكام يوم حصلت ان كان في مشكله في دراعه، ان دراعه اتكسر نصين وقالوا لازم يعمل عمليه، وكانت تكلفتها كبيره، وقلنا المركز الطبي العالمي في طريق مصر الاسماعيليه. وده كان في ساعتها مبارك موجود يوم 7/3/2012، كان لسه محجوز في المستشفى هناك، وكانت الدنيا كلها بونا في الوقت ده مقفوله، لا عارفين نمشي ولا عارفين نعمل. انا قلت كلمه واحده بس، مش هيدخل مش هيدخل اوضه العمليات. انا واثق في ربنا، هو عايز يعمل العمليه يعملها، مش عايز هو حر. وجم بيقول، فالدكتور صديقنا دكتور اسمه الدكتور سامح يمكن بيشوفنا دلوقتي، قال لي طب معلش عشان خاطر انا هدفع على تمن العمليه، احنا هنروح من العمليه مش عارف ندفع ونعمل ومش عارف ايه. قلت له بص انا ابني مش هيدخل يعمل عمليات. قال لي معلش انت ما تطمعش في ربنا اكتر من كده، ربنا يعني كويس ان هو نجاه من ان هو وقع من الدور الخامس وجاله كسر في قاع جمجمه ونزيف في المخ وان دراعه اتكسر وان كل ده، ويفضل عايش كويس يعني دراعه ما جاتش على دراعه بدل ما يقعد عاجز طول عمره. فبيقول لي معلش ما تطمعش في اكتر من كده. قلت له انا طمعان في ابويا ولا ابوك؟ ثقه غريبه. انا طمعان في ابويا مش طمعان فيك انت، انا مش طمعان في انسان، لانني عالم بمن امنت زي ما بيقول القديس بولس الرسول. مش انا بتكلم عن ابراهيم. ابراهيم عالم بمن امن، هو عارف وميز الصوت. يعني لو واحد غيره يقول لك ممكن ما يكونش الله، يعني مش الله ده اللي اداني اسحاق، انت مديهوني بعد سنين بعد شوقه بالظبط. وبعدين زي ما قال اتسابونا كلمه جميله جدا ان ربنا قطع كل ربط جسديه في حياه ابراهيم بانه فصل من اسماعيل، يعني ما عندكش ناس يا راجل تاني خلاص. واعتقد انا بقى انت بتساليني عن اسحاق يمكن بعد الموقف ده بقى يخاف يخرج مع ابوه من البيت، يقول لك ده الراجل ده يعني بيسمع اصوات غريبه ممكن ياخدني يذبحني. في ناس شبكه الملحدين العرب على الانترنت بتشكك في الموضوع ده
وبتقول ان هو اسطوره وانه ما حصلش ان ربنا يطلب كده وربنا مش عارف ان ابراهيم هيسمع له. لا، في نقطه بقى، الله لما يمتحن الانسان لكي يظهر الخير الذي في الانسان فنتعلم منه الفضيله. هذا رجل الايمان الذي نتعلم منه الايمان، هذا ابراهيم رجل الطاعه، هذا ابراهيم رجل الحب، هذا اسحاق ابن التضحيه، ابن الفداء، ابن الموعد اللي فداه الرب. طب يقول لك يشككوا في ناحيه ثانيه، يقول لك يعني طب ما هو ابراهيم راعي غنم، ليه ما جابش غنمه من عنده؟ ليه لازم ينزل له كبش من فوق من السماء ولا خروف من السماء؟ عشان لا، لان حمل الله ياتي من السماء، زي ما قال الرب في يوحنا 3 لنيقوديموس، قال له ايه؟ ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. فقال عنه القديس يوحنا الحبيب هو ذا حمل الله جاي من السماء. ما هو لو حمل ارضي ما هو بالخطيه مولود، لكن ده حمل ايه؟ سماوي. فكل القصه هنا الرمزيه هنا اسحاق يرمز لرب المجد يسوع المسيح الذي في طاعه كامله للاب صار مسيره الصليب عشان ياخذ الذي لنا ويعطينا الذي لنا. اسحاق حس وراى تصرفات ابيه لكنه تساءل وقال زي ما ابونا برضو قال، وادي النار وادي الحطب، فين المحرقه يا بابا؟ فين الذبيحه اللي انا اقدمها محرقه؟ انت ناوي على ايه؟ دماغك فيها ايه؟ وصلوا لغايه المكان وابراهيم كله ثقه انه هيرجع. قال كمان للغلامين، جميلة جدا الكلمه اللي قالها ابونا، ان هو مش موضوع كتم عن الناس السر، لا ده هو عنده ايمان، عنده يقين انه هيرجع بيه مهما كانت الظروف، مهما كانت الالام، مهما كانت الضغوط اللي في حياه اي واحد فينا. ثق ان الراحه الحقيقيه هي في تسليم الامر كله لمين؟ لله. سيدنا البابا شنوده الله ينيح روحه كان بيقول كلمه جميله قوي، نصمت لكي يتكلم مين؟ الله. صمت ابراهيم فتكلم الله وناداه وقال له ايه؟ بص انا عايز احلف. كان القسم زمان كده، العهد لازم يبقى فيه قسم ان يحلفوا، حتى لغايه النهارده في الصعيد لما تحصل خناقه بين عيلتين يقعدوا ويحلفوا على كتاب ديني او يحلفوا على شيء عشان يعني يبقى ده القسم المعروف يعني. فاقسم ربنا، لا ربنا يقسم بايه؟ يقسم بملاك ولا يقسم بانسان؟ قال بذاتي اقسم، يقول الرب، لانك انت اطعت فانا هعمل ايه؟ هأباركك وأكثر نسلك. طب ما هو ده الوعد، هو بس ربنا هنا بيقول ايه؟ يعلمنا احنا فضيلة الإيمان والرجاء والمحبة والتضحية من أجل الله. أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، أكثر مني فلا يستحقني. كان إبراهيم مستحيل يقدم إسحاق إلا لما ربنا جرده من كل عواطف بشرية، نمرة واحد بموت أبوه، نمرة اتنين بانفصاله عن ابن أخوه، نمرة ثلاثة بطرد الجارية وابنها اللي هو ابنه، وقال له ورغم عن كده عشان هو ابنك أنا أحسن إليه، بس ده ما يعيش معاك. ليه؟ أصلا بقطع كل ربط، أنت ارتحت وقعدت عند الشجرة وعند البير وتغربت عند الفلسطينيين ولقيت نفسك كبرت كده وزهزهت قدام الملك أبي مالك وقدام في كور رئيس الجيش بتاعه واستقويت واستعرضت عضلاتك، تعالالي بقى ضعفك إيه أخباره؟ لأن قوتي في الضعف تكمل. أنا هخليك تشوف يا إبراهيم منظر أعظم من المنظر اللي أنت شفته قبل كده. أنت جيت إلى جبل الله ورؤى الله وإعلاناته. على فكرة دي كانت المرة السابعة اللي يظهر فيها الله لإبراهيم ويتكلم معه، والسبعة رقم كمال ما زلنا بنقول. فقال له بص بقى أوريك كمال وسمو الحكمة الإلهية، إنك إيه؟ إن يجي المسيح يقول عنك في يوحنا 8 آية 56 إبراهيم أبوكم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. شفت إزاي؟ شفت إزاي؟ قال شفت إسحاق وهو أنا برفع السكين وفي قلبه يزيد الأنين. شفت؟ شفت. فشفت المسيح على الصليب يصرخ ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟
إسحاق صرخ، وكانت صرخات قلب إسحاق تدب خناجر في قلب إبراهيم. إسحاق صرخ ومات في فكر أبوه 3 أيام، مات في عقله، مات في مخيلته 3 أيام وهو ماشي مسيرة. أنا هموت ابني، ميت بالنسبة له، ابنه ده ميت. حتى هو لما بيسأله ابنه ما عرفش يرد عليه، هيرد عليه يقول له ايه؟ يقول له انا هذبحك انت؟ هيرد عليه يقول له ايه؟ يقول له بص انت في عقلي ميت، انا رايح دلوقتي عشان اخدك منه، اخدك من الله. هي دي بقى زي ما حمل المسيح الصليب حمل اسحاق الحطب. اسحاق كان بيتألم وهو يشعر بآلام ابيه، كذلك المسيح كان على الصليب يتألم ويصرخ الهي الهي لماذا تركتني. اسحاق رضي ان يبذل نفسه من اجل الام ابوه عشان يخلي ابوه يتمم طاعته لله ويتمم ايمانه بالله. اما المسيح فاطاع الاب، الابن اطاع الاب ليتمم خلاص وفداء البشريه كلها. المسيح اسحاق نجا من الموت، لكن الرب يسوع المسيح لم ينجو من الموت، مات على الصليب، شرب الكأس حتى الثمالة، شرب كل الآلام كاملة، ذاق كل الأوجاع، قبل إبل البسط على وجهه، إبل الشتيمة، إبل ضرب الجنود والرومان، وإبل تعيير الكهنة والكتبة والفريسيين عشان يعطينا النجاة والخلاص. مرسي يا دكتور. تسابونا في نهاية الحلقة، احنا وقتنا خلص، بس لازم ناخد من قدسك كلمة منفعة نختم بيها حلقتنا النهاردة. كلمة المنفعة النهاردة بنتعلمها من أبونا إبراهيم، وهي الجهاد الروحي. أكيد. مش عايزين نتكاسل، لأن إبليس دائما يريد أن يضع أمامنا عراقيل. أبونا إبراهيم استطاع أن يتغلب على هذه العراقيل أول ما كلمه ربنا بكر. وإحنا ربنا بيقول لنا الذين يبكرون إلي يجدونني. مش عايزين نأجل توبة، لا تؤجل عمل اليوم إلا الغد، للغد، لأن ممكن ما يجيش الغد عليا، وإذا ما قدمتش توبة اليوم ممكن ساعتها كل أموري تروح وتنتهي حياتي الأبدية بلا فائدة. إحنا مش عايزين نأجل أي عمل، مش عايزين نكون متكاسلين، علينا أن إحنا نكون نشطاء، نروح لبيت ربنا بدري، نقدم توبة قبل الوقت، نعيش مع ربنا بفرح، نعيش لحظات القداس هي لحظات الخلاص على الصليب، والذبيحة اللي احنا نتناولها هي ذبيحة الصليب اللي كانت لحظات رهيبة، إن كانت على الصليب فهي كانت لحظات، وإن كانت متمثلة في ذبح إسحاق برضو كانت أرهب لحظات، مش ممكن كان إسحاق يتغافل فيها ولا إبراهيم. إحنا علينا أن احنا نكون في القداس منتبهين عشان حتى لما نوصل لنتناول نكون مستعدين ومستحقين. مرسي جدا يا أبونا. مشاهدينا في نهاية الحلقة طبعا بشكر ضيوفي النهاردة في البرنامج، بشكر قدس أبونا الحبيب الأب رويس الأورشليمي، نورتنا يا أبونا وباركتنا. الله يخليك، الله يحفظك، تعيش بكتر خير. نورتنا يا دكتور. كمان بشكر دكتور جوزيف سعد، نورتنا يا دكتور، مرسي خالص. شكرك. بس عايز أقول حتة أخيرة، إن ماريو لما خرج من المستشفى وشاف المسيح في المستشفى، دي نقطة مهمة، شهادة بس. أكيد. مشاهدينا في نهاية الحلقة طبعا لازم ناخد بالنا جدا، الامتحان، امتحان الله ينشئ صبرا، وامتحان العالم أو امتحان الشيطان أو امتحان الناس حوالينا عايزين يبينوا ضعفاتنا وثغراتنا، لازم ناخد بالنا ان امتحان الله ينشئ صبرا. مشاهدينا في نهاية الحلقة بشكركم وبشكر متابعتكم، واستنوني في حلقة جديدة وشخصيات كتابية. سلام، الرب يكون معكم. سلام.